اليوم موجودين في مرشي حي زهور، وكما نعرفوا مرشي حي زهور مرشي الزوالي. اليوم الزوالي هوني شحوالو هاز براي لك تشوف الخوخ 6800 عنده عامين للكالي ب 1200 فرنك كليناه لليوفيه كلي لعندنا ب 6000 الغله بالذات تنساها جمله نحاها من مخك الزوالي غله نحاها جمله انت راك تبيع في الغله رغمي انا غير غله والله لا نهزها لداري ورحمه بابا كان شي كعبه اثنين كاي وحده كل شيء غليل وما تروحش غليل وما نروحش بالغله كيفاش حاب يروح به انا ربحي في الشراء من غادي من مرشي القرو مش ربحي لهنا ما عنديش حتى ربح لهنا حكايتها فارغه شنو هي تجيب باش ناخذ 6000 من غادي كنبيع ب 6800 نحي منها 200 فرنك للهبات غاد ونحي منها 200 فرنك للصندوق 400 فرنك اش تبقى 200 فرنك تخدم 200 فرنك لمدهم الكل انت هذوك الكل ما تلقيش 30000 30000 نحي منهم دبوزه زيت ونحي ونحي باكو حليب وكذا 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 اعطيني كيف تقول لي تراب الغله انا غله تاعك عليه وواحد متسول والاغلبيه كل الناس كلها متسوله تو اقل حاجه اربعه باش تبدل لهم 500 فرنك 300 فرنك 200 فرنك شعب متسول هذاك هو الغالب يا خويا بصراحه بالحق كي نحكيو على الزوالي على انا الزوالي نحكي وريني كاميرا نحكيو على الخوخ 6800 وريني تبعني 6800 هكا دي 6800 الخوخ الخوخ باهي العنب 7500 العوينه التفاح 5000 هذا 5000 انا الزوالي كيفاش حبوا يشريه هي اقوى امراه جاي للحي الزور هنا جايبه 25000 معاها باش تاخذ منهم طرف دجاج وطرف منه من انا غله تحكي عليه وفات الغله توب ما نبداوش نبصلوا على بعضنا الكبار هذاك هذاك الموجود حتى اليوم الغله ولات حاجه ممنوعه على المواد ما عادش يقدر عليه ما تحكيليش على البنان وتحكي لي على الحوت وتحكي لي على الحوت اقل كيلو حوت كان تو الحوت مش تو مش في السيف احنا مش الحوت الازرق نورمالمون ياكلوه بيسرا ولا الحوت الازرق اقل حاجه سردينه نتاع الزوالي 9000 فرنك 8000 فرنك تحكيش على الشور والغزال وهذا هذوما ليه هذوما تبقى معين وتبقى معايده 2% هذا ما عادش هكا لغه او واحد زوالي والاخرين كلهم لابس عليهم ليه توا ليه 98 زواله واثنين لابس عليهم انت غليل وتعرف انا تو نعطيك قفه فارغه ونقول لك عبي لي قضيه نتاع جمعه كامله نحب فيها اللحم والحوت والخضره والغله قد تكلف الموضوع جيب القفه وجيب 300000 معاك 300 دينار ما تجيبش هذوما بنروح اقل الدجاجه ب 20 25 دينار اش مازال فيها 100000 بزاد حاجه من 100000 زيدوا كيلو كيلو لحم 50 50 والله ب 52 50 ال 100 مشات انا قلت لك جيب القفه وجيب 300000 نقضي القضيه ما تجيبش هذوما بنروح جمعه كامل اودي تموت تحيا امورك ما انا ما يهمني ندخل شدك يا حميد كيلو لحم شنو هي؟ كيلو لحم قداش شدك؟ انا 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 عندي في العيله خمسه من الناس كيلو لحم تتصور كيلو لحم المراه تعمل؟ باش تقرضوا تروف 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 قلايه قداش شدك انت؟ نهاري نهاري بارك الله فيك ينزل لك تعرف يقول اعمل اصبر سامحني انا تروش عندي قف ونقول لك نحب فيها قادم تاع الجمعه كامله نحب فيها اللحم والخضره والحوت والغله به وشوي ولد بحر زيد من حق ما توسيك شوي ولد بحر قداش لازم فلوس القفه هذه تاع 500000 500000 يجي تكملها 500000 هو يجي تهل وانت توا قفه بدل 100 نقولوا ب 300 بركه 300 وتجي تسال الزوال تقول له شنو حوالك؟ قالت لك 150 دينار قالت لك 150 دينار تعباه 50 دينار كيلو لحم وكيلو حوت 150000 سامح ريت الزوالي عينيه محلوله الزوالي هو زوالي ما ماكلش الزبله صحيح زوالي قفه بيه نتاع الغله بالغله وانت غليل قالش لازمني اش لازمك كي تاخذ كيلو 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 اقل حاجه 60000 كي تاخذ كيلو 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 والكيلو انت تبدا مروح من هناك عبد الخوخ تكمل باش تاخذ تعرف غلا باش تشبع بها تسخف عليك المراه المطيشه مسكينه وولاد وكل شيء بتخليهم كعبه كعب هو كيلو صح في خمسه كعبات سته كعبات ايش مازال فيه؟ شكون كان يقول الدلاع في بلادنا بلاد الدلاع يتباع فيها بالبرج عندك الدقله وعندك اللوز وعندك الزيتون وعندك الدلاع هذوما اقوى بلاد في افريقيا مش افريقيا حتى في اوكرانيا هي تونس زيت زيتونه ديما نجو الثانيين احنا في اسبانيا ما اسبانيا اقوى منا ديما نجو الثانيين زيت زيتونه ب 25 دينار يا معلم الدقله توا تمشي الدقله كنتيشه قدنا كاي ب 10000 فرنك مالنا مقوين احنا حتى ترفع الدقله اللي هي الدقله غديكه يطيشوها ما يبيعوهاش يبيعوا بها بدينار 500 شكون هذوما؟ هذوما الواحد تكرير خويا كيلو كيلو بيت ب 18000 من بلغرو بيتر ب 18000 18000 انا ولد باش البيتر مستانس انا يجيبوا لي تيلار يطيشوه قدام الدار وين نروح في العشاء نبدلوا 10000 فرنك في 8 كيلو اصحابي هذوما تو كلمته على بيتر قال له بيتر انا بيتر عبد الحميد برا العب شوف ما هو ذاك اللوجيك خويا هذاك هو ذاك الموجود خويا
خلينا نسال شويه مواطنين وبعضنا مواطن واحنا موجودين في حي الزهور كنقول لك اليوم وكمان في حي الزهور ماشي الزوالي الزوالي ياكل هوني الشحوال اليوم الزوالي في حي الزهور وقفة المواطن شحوالها اليوم اليوم الزوالي تاعك انا جيت باش ناخذ شويه غله درت الدلاع من 900 بالبرج بدينار الخوخ هاك تشوف 6800 قرض باش نشري الغله ها هاي الزمنه ناخذ قرض باش ناخذ الغله ايه الغله وين كيقول لك تحب قفه بهم تاع الجمعه كامله بالحمه وحوتها وخضرتها وغلتها قاش تكلف باش تتكلف تاع الجمعه كامله النار نتاع الجمعه اكثر ولا اكثر ليه اكثر ليه ليه والحمها اقلش غله ما نحسبوهاش ما عادش ناكلوها فيل الغله ناكلوها تاع الجمعة استنى كيلو 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 أقل شيء 500 دينار والله 500 دينار صدقني يوم الحمد 500 دينار أي بالرسمي أي أي والله بالرسمي أنا مش عايز هو مش الزوالي الزوالي يقدر ياكلوني ولدي يا حسرة كي كان يا حسرة بالرسمي يا حسرة كي كان بالفم بالفم بالرسمي بالفم هو بيدو الغلال قال لك انا ما يستعدينش نبيع بالغلاء يقول لك انا يستعدين نبيع بالرخص خير ما يستعدينش نبيع سامحني ب 6800 كيلو خوخ في خمسه كعبات في الصيف الصيف ناخذ في الغله شوف الاسويه من الخيسه في الصيف الصيف شوف انت سوم الغله شوف 50 دينار نخرج بيها وراس ولدي اللي ناخذ منها اللحم ورحمة بابا اسمعني كانت رخيصة 50 دينار نتاع خضرة هكا وساعات وين يخذلهم هكا اللحق المشطر الغلة ساعات غلبت معلم نستحمد ربي خير من غيره ألف وشكر لله يا ربي لك الحمد والشكر على نعمته وفضله وخيره وراي الناس كلها تتزوح لهنا تكذب وريني القفة هذيك شنو فيها ما فيها شيء هكا ربطة نعناع و100 غرام هريسة ورطل سردوك بلفين فرانك الغلة مانيش قادرين عليها يقول لك يكذبوا يكذبوا مانيش قادرين عليها انا عندي عيله 6800 باش ناخذ كعبتين خوخه شكون باش نوكل باش نوكل صغاري ولا نوكل الراجل قل لي قل حي الزهور كانت بالكدا وكانت رخيصه ارخص سوق كان في حي الزهور توا حي الزهور اغلى سوق اغلى سوق انا في شتوشي 10000 شنو باش نقضي بها انا 10000 والزوالي باش ياكل تعرف غلة على الأقل تدليها وتضرب قالك في المرض ولا شنية أنا بطني ما نشريش أنا ليه ما نشريش والله كي نموت بشار لا نشريه الدليع اسمع خلينا توا احنا نحكيو توا على الخضرة وقفة المواطن شوف في يدي قفة فارغة أنا باش نعبيه القفة هذيك القفيفة نحطوا فيها قدم تاع الجمعة الحمها وحوتها وخضرتها وغلتها قاش تكلف لك كيما قال لك 300 400 باش تنجم تمليها في حي الزهور اللي كان ارخص ارخص كان رخيص وناكلوا فيه الخير والسبعه 400 دينار 300 يرحم الزين العائله ما تتكون من 6 من الناس الله يرحمه وينعمه كان موكلنا الشهد تو ما فما شيء تو ندوروا نروحوا ندوروا انا 10000 في ستوش 10000 ها هاي 10000 نوريها لك كانت ها هاي ها هاي ارتل 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 10200 ها 10200 ها هاي ني باش نسوق لك انا خلينا غلا نحكي هون يا مال وين غلا ب 10000 عايش خويا رانا ماشيين في هاويه راهي تونس ما داخله في حيط راه رانا تعبنا 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 ما نحكيوش على اللباس عليهم نحكيو على احنا اللي كل يوم ويومه اسمعني اليوم اول مره نسمع غلال يقول لك انا راني هاني غلال وما يستعنيش نبيع بالغلا يستعني نبيع بالرخص على كونتيتي كيما نبيع بالغلا كيف برتل وشرطه راه سمك يجي يلقى كيلو خوخ ب 3000 ياخذ زوز كيلو كي يلقى 6800 ياخذ ويمشي ولا يقول لك زلي كعبتين كيف شيء ما عنده ضيف لازم يسال ولا انا بهم ربي يجي يقول لي راه عندي ضيف ولا غلب نقول له 72 75 يتفجع يتفجع والله يهزم مفجوع مسكين شبيه والله يوصل يقول لي اعطيني كعبه تفاح وكعبه عوينه وكعبه خوخ وعنكو انا بالكعبه هنا في البلاد في المواطنين مره يجي معناتها يقول لك وزني بالكعبه بالكعبه اي هي قول لي غالبا باش نحطوا صحن نظيف مش لي احنا نظيف برك قتلوا بربي الله يرحمك يا زلمه خلها خذات شويه شويه قالها خذي بزايد شويه ربما يجيك ذيف ولا شي حاجه قالت له ان شاء الله في راسك والله هذيك ما ننساهاش الطرف هذيك نتاع عمليه معناتها اليوم وليت الدعوه ان شاء الله يجيك ذيف قال لها خذي شويه بزايد ربما ما يجيك ذيف قالت له ان شاء الله في راسك والله العظيم راه
وكذاب. كان واحد يقول لك راهو احنا واحد، كان واحد قال لك راني لاباس راهو كذاب يا يكذب، واحنا لباس علينا كل شيء. والا ماك الجماعه السابقي ستوب حشتي، هو كل يربط بعضه. القفه كي يقولوا قفه نحكيوا فلوس، كي يقولوا فلوس نقولوا الشهريه. علينا الشهريه نحكيوا اليوم سامحني الشهريه ما هي معروفه عاد شهريه. جيبك اللوز قولوا قداه اللوز؟ قولوا اللوز 2000 اللوز كل وتمتع. هذا نحن نخدموا برزيت الوالدين اللوز به. وهذا تحبوا نقول لك حاجه وتحوتي اسمعني اسمعني، تحبوا نعيشوا في البلاد ب 2000 ولا يا ودي ب 2000 هاي كش شوف البلاكه غادي اسمعني نقول لك حاجه، تحبوا نعيشوا لاباس نحلينا المكاس خويا. راهو المكاس اكبر حرام ونقول لك علاش. ريتو هذايا تسجل المره تمشي للسوق تلقاه ب 3000 فهمني، وكل شيء يثقلوا يثقلوا فيه على الموت. ها يخلصك ب 50 نص منين ما عليك انت، ها يزيد في 200 و300 على حسب شكون. هذا اللي يثقلوه على اخي مش نشريه انا بدينار باش نبيعو ب 1300 في المارشي باش نلقى روح مال باش نثقلوا عليك انت وعلى ذاك وعلى هذا وعلى هذا. اش بيك حبيبي؟ فهمهم 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 بالكدا يا ودي نحى لينا المكس تو تشوف. اما انا تو مرشي حيزور مرشي حيزور مرشي يسوي لي معناتها يا بليس يغزر شيء متيج بليس يجي كول وتمتع. يا ودي نخدموا برضيت الوالدين هنا يخدم عندهم 800 فرنك بركه ربي ولا عايش العباد وتاكل 100 فرنك تعيش تشنو وتمتع ما ب 700 بدينار ب 800 هو ولا العظيم. نحى المكس خويا وتو تشوف الدنيا كيفاش ولا بخير صح.